reporting today in solidarity with the people of Bahrain who have actually been fighting for the rule of law and to have the right of independence and freedom. في الذكرى السابعة لاندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير، رعى النائب في البرلمان البريطاني فرانسو مولوي مؤتمرا صحفيا عقد تحت قبة البرلمان، وشارك فيه عدة نواب بريطانيين وناشطين بحرانيين وأجانب استعرضوا آخر تطورات الأحداث في البحرين، وخاصة ازدياد حملات القمع وتجريد المواطنين من جنسياتهم وسط صمت مطبق من قبل دعاة الديمقراطية في العالم وخاصة في المملكة المتحدة. I want to raise the issue because I think we've got two of those people who have lost their citizenship rights. I understand the number is now some 500. I will use my position as a member of parliament to bring this matter to the fore with the FCO, with the Foreign Commonwealth Office. I think those who are disenfranchised, those who are homeless, those who have no voice, those who have no home, it's disgraceful in this day and age that that should be the case. And I would be hopeful that we can make some representations from government towards the Bahrainian people to have their citizenships reinstated. لأنه وبرغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوز على القيم الديمقراطية، فإن الحكومة البريطانية تسعى لإضفاء الشرعية على أنظمة الخليج القمعية. The British government is trying to say to Saudi Arabia by inviting Mohammed bin Salman to the UK, their crown prince, that we legitimize you, that you are a despot, you have no democratic mandate, you've got one of the worst human rights records in the world, you've butchered Yemen. You're the architect of your own people's torture. لقد سطر البحرانيون بعزمهم وإرادتهم ملحمة عمرها سبع سنوات بوجه آلة القمع القبلية في البحرين المدعومة من بعض الدول الكبرى، ولا خيار لهم اليوم سوى مواصلة الثورة. في السنة الثامنة نتمنى أن تتواصل الثورة بسلميتها وصمودها وإصرارها وعزمها حتى تحقق التحول المطلوب، التحول من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإقامة منظومة على أساس أن لكل مواطن صوتا وأن الحكم القبلي لم يعد مناسبا للعصر الحديث. عام آخر ينقضي من عمر ثورة البحرين وأبصار البحرانيين شاخصة نحو عام جديد من الحراك على أمل تحقق النصر الموعود على عائلة آل خليفة التي لفظها الشعب وقرر وضع حد لفسادها وطغيانها. بعد سبع سنوات من اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير، أكد المتحدثون في هذا المؤتمر الصحفي على أن التغيير في البحرين أمر لا مفر منه، داعين المجتمع الدولي والحكومة البريطانية بالخصوص إلى عدم عرقلة حدوثه. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من داخل مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.